الحمد لله المعرض النهارده اقدر اقول ان هو حقق نجاح جامد جدا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ودعم القياده السياسيه الموجوده في مصر، اللي هو تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ورعايه وزاره الشباب والرياضه، وخدنا الدعم منهم جامد جدا. النهارده المعرض اتحط على جدول المعارض الدوليه في العالم كله. تم اتعمل له ريكوجنيشن من مؤسسات دوليه زي الفيفا واللجنه الاولمبيه الدوليه ولجنه الوادا. وهم بعتوا رسائل متلفزه تهنئ مصر على اقامه هذا المعرض. المعرض هو صراحة بيضم له رسالتين، رسالة اجتماعية ورسالة اقتصادية. الرسالة الاجتماعية ان احنا عايزين ندخل كونسبت الرياضة في كل بيت مصر. بيبقى النهاردة الرياضة عبارة عن ارقام وتحديات، انت مش محتاج انك انت النهاردة تتمرن عشان تحقق بطولة او ميدالية، لا، انت بتتمرن علشان تتحدى قدراتك الشخصية وتعمل نجاح في هذا النطاق. بالنسبة للموضوع الاقتصادي، احنا المعرض فيه شركات كتيرة جدا ومؤسسات علشان الاستثمار الرياضي. عندنا شركات مصنعين بيصدروا وبيسعوا انهم يفتحوا اسواق جديدة، وفي شركات ناشئة بتسعى برضو انها تفتح اسواق جديدة. احنا دورنا كمنظمين في المعرض ان هو ان احنا بنساعدهم ان هم يحققوا الـ 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 الهدف ده. احنا عندنا 12 فعالية، عندنا ماراثون هيتعمل الجمعة الصبح ان شاء الله، عندنا بطولة باسكت، عندنا بطولة بادل، بطولة شطرنج، بطولة فريسبي، سبيد بول. فاحنا عندنا 12 فعالية علشان نشجع شبابنا واولادنا ان هم يلعبوا رياضة ويمارسوها. احنا على مدار ال 12 شهر اللي جايين احنا مش هنقف، احنا كل شهر هيبقى عندنا فعالية في رياضة معينة هنعلن عنها، وهنشجع اولادنا واهالينا ان هم يلعبوا الرياضة ان شاء الله.